عن الأمور الجيدة أربع وزارات، أي أربعة من وزرائنا الكرام بيبحثوا إنشاء محطة تحويل المخلفات لكهرباء. فين؟ في أبو رواش، قريب قوي من بيتنا. هنا ناخد معانا على التليفون دكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية. أهلا بيك يا دكتور. اهلا وسهلا استاذ يوسف، مساء الخير على حضرتك وعلى اهلنا في محافظات مصر كلها. فندم ازي حضرتك؟ ايه الله. اربع وزارات، اي اربعه من وزرائنا الكرام بيبحثوا تحويل محطه مخلفات لمحطه لتوليد الطاقه الكهربائيه. الموضوع كبير للدرجه دي؟ ايوه فندم، الموضوع كبير لان الموضوع قومي. وخليني اقول لحضرتك، هي دي ان شاء الله المحطه دي هتبقى باكوره المحطات، واحدة من 8 محطات هنبتدي بيهم على مستوى محافظات الدولة المصرية، وخاصة المحافظات المغلقة اللي ما عندهاش امتداد عمراني. ميزة المحطة دي انها بالفعل هي نقل وتوطين للتكنولوجيا المتقدمة العالمية الى الارض المصرية. وزارة الانتاج الحربي مع عاملة تحالف مع احدى الشركات العالمية، وتقدمت هذه الشركات والتحالفات من خلال على مدى السنوات الماضية في 92 شركة تقدمت للتأهيل لوزارة البيئة، وتم من المتخصصين دراستهم وتم تصفيتهم إلى 52 تحالف بالفعل أصبحوا مؤهلين، وكمان أعلى 8 منهم تم يعني انتقائهم بحيث ان هم يخشوا وهيشتغلوا طبقا للتعريفه اللي صدرت بقرار دوله رئيس مجلس الوزراء في 2019 بشان تعريفه تحويل المخلفات الى طاقه لكل كيلو وات ساعه. ميزه المحطه دي يا فندم انها بتقام على تقريبا في ابو رواش على 10 فدان، بتستقبل يوميا 1200 طن، بتنتج في الساعة 30 كيلو وات ساعة، بتشتغل 340 يوم في السنة، ودي في حد ذاتها هتعمل أكثر من أثر. الأثر الأولاني إن هو إحنا زي ما قلت نقل وتوطين للتكنولوجيا. الأثر الثاني إن إحنا النهاردة بنجذب استثمار أجنبي وتكنولوجيا، لأن المستثمر إحنا كمحافظة الجيزة هنسلمه الأرض. بالفعل حصلت الدراسات الخاصة بالموقع ودراسات الجدوى التمهيدية ودراسات تقييم الأثر البيئي لإقامة هذه المحطة. بالإضافة إلى هذا وذاك، طبعا زي ما صرح مع الوزير اللي هو هشام أمل وزير التنمية المحلية، أنه بالفعل إحنا ماشيين في إجراءات التراخيص الخاصة بالأرض، وده يتوافق مع كمان توجيهات القيادة السياسية ودعمها لمشروعات تحويل المخلفات لطاقة. وبالتالي احنا بنقلل من نسبة المخلفات اللي رايحة لعملية الدفن الصحي الآمن، ومن ناحية تانية بنستخدم المخلفات وبنحولها بمفهوم اقتصادي إلى طاقة، وبندخل مفهوم جديد في عنصر العمل كمان على الأرض. بالإضافة طبعا زي ما اكد معالي وزير الكهرباء اليوم، انه بالفعل احنا الدوله المصريه مهتمه بالطاقه النظيفه، وبالتالي استخدام المصادر المختلفه خاصه الطاقه المتجدده في مزيج الطاقه، بالاضافه الى طاقه استخدام المخلفات لانتاج الطاقه، كل ده بيخدم هدفين مهمين، وهو الحفاظ على البيئه من جانب، فتح مجالات الاستثمار في مجال انتاج الطاقه الكهربائيه من جانب ثاني، وده بيعزز من الاستراتيجيه القومية لإنتاج الطاقة. وكذلك ما يتم طبعا من تطوير شبكات النقل وتوزيع الكهرباء لاستقبال مثل هذه القدرات من إنتاج الكهرباء من المخلفات. مفهوم جديد بيساهم في تحقيق إصحاح بيئي، بالفعل بيشجع على ان احنا نتقدم في هذا الامر، خاصه ان احنا نستهدف ضمن الاستراتيجيه القوميه لتحويل الاداره المتكامله للمخلفات، ان احنا نصل الى 20% من المخلفات الدوله المصريه يتم تحويلها الى طاقه، بالاضافه طبعا بالطرق التقليديه. ده كلام كويس جدا يا دكتور. سؤال اخير بعد اذن حضرتك كده، متوقع انه باذن الله هذه المحطه تبقى شغاله بقى من امتى؟ يعني المحطة دلوقتي يستلموا الأرض
18 شهر ان شاء الله تكون جاهزه للتشغيل، يعني خلال عامين ان شاء الله تكون بتشتغل وبتستقبل مخلفات. وعايز اقول لحضرتك قد كده المحطه دي لما شفنا دراسات تقييم الاثر البيئي بتاعها قد كده، يعني في احتواء مغلقه محكمه، المخلفات اللي موجوده فيها بتعامل بشكل مختلف تماما، الامر اللي بالفعل هيبقى لها مظهر حضاري من على البعد. حضرتك مش هتتصور ان دي محطه بتستقبل مخلفات علشان تنتج منها طاقه، وده شيء مهم جدا اللي احنا يبقى عندنا كوادر بشريه كمان شغاله في هذا الاطار، بالاضافه الى كل هذا وذاك بعد انتهاء العمر الاقتصادي للمشروع. خليني اقول لحضرتك دي بتقام بنظام البي او تي، وبالتالي ملكيتها هترجع للمحافظة. وطبعا اذا كانت الشركه المنفذه او التحالف المنفذ عايز ياخد تعاقد جديد على نفس ده هيبقى موجود. وخليني اقول لحضرتك ان احنا كمان الفتره اللي فاتت اتعلمنا ان احنا عملنا عقد نموذجي لتحويل المخلفات الى طاقه، هذا العقد متطور جدا، يعني لما تشوف الملحقات بس بتاعه العقد ده 15 ملحق، احنا في وزاره التنميه المحليه وزاره البيئه والكهرباء والماليه والاسكان والمجتمعات العمرانيه مع مكتب استشاري قانوني دولي جميعا، يعني قعدنا على مدى العام ونصف ده ان احنا نصيغ هذا العقد، بالاضافه طبعا الى اعتماده من مجلس الدوله. قد كده يعني النهارده عندنا خبرات وطنيه في كل المراحل المختلفه دي لعمليه التعاقد، فما بال حضرتك كمان بعمليات التصنيع. وزي ما اكد معالي وزير الانتاج الحربي النهارده انه بالفعل احنا الدوله المصريه بتساهم في عمليات التصنيع لهذه المحطه، فده طبعا له انعكاسات مهمه جدا يا فندم، ان احنا بنعمق التصنيع المحلي من ناحيه، بنزود القيمه المضافه من ناحيه ثانيه، بنقلل الاستيراد وفاتوره الواردات للدوله المصريه طبعا هي الأجنبية. المشروع اللي زي ده بيبقى ممتلئ بالمنافع اللي بتعود على كل المواطنين. الحقيقه اشكرك جدا يا دكتور خالد، الف الف شكر دكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزاره التنميه المحليه.